يسعد مساكم جميعا. من يومين طرحت عليكم سؤال عن تداعيات التخلف عن سداد الأقساط لدى المطور. طبعا إجاني مجموعة من الأجوبة، جزء منها صحيح، جزء منها صحيح ولكنه ناقص، وجزء منها ممكن نقول غير صحيح. هلأ التداعيات أو الحلول بالنسبة للمطور هم حلين. الحل الأول يمكن أغلب الأجوبة كانت بناء عليه، وطبعا شو الحل الأنسب بالنسبة للمطور أنا ممكن أتكلم عن هذا الموضوع بنهاية الفيديو، ولكن خلينا نرجع للحلول. الحل الأول هو اختار أول من المطور، اختار ثاني من المطور، اختار ثالث رسمي من دائرة الأراضي والأملاك، من ثم سحب الوحدة والاحتفاظ في المبالغ. هذا الحل الأول اللي يمكن متعارف عليه. ولكن الحل الثاني اللي ممكن يتخذه المطور هو دعوة قضائية رسمية من محاكم دبي، وبناء عليه يقتضي أولا إحضار المدعي عليه اللي هو المالك. طبعا الإحضار غالبا بيكون فيرتشوال أو عن بعد. اثنين، فسخ التعاقد يعني سحب الوحدة. ثلاثة، احتفاظ في المبالغ المدفوعة. أربعة، استكمال نسبة 40% من سعر الوحدة بناء على التعاقد اللي كان ما بين المالك وما بين المطور. خمسة، تعويض بنسبة مئوية، طبعا الكيس قدامي 5% من قيمة العقار، وهذا التعويض ضرر أرباح، يعني في إلها عدة عوامل، فبالتالي الموضوع أكبر بكثير من كونه سحب الوحدة أو الاحتفاظ في المبالغ. طبعا شو الحل الأنسب للمطور؟ هذا قرار إداري، ولكن برأيي الشخصي بناء على الوحدة نفسها. فلو كانت الوحدة ممتازة وبيعت بسعر ممتاز، فبيروح المطور للحل الأول لسرعته، فبالتالي بيكون سحب الوحدة، احتفظ في المبالغ، عاد بيعها واستفاد بمربح جيد. أما بالنسبة للوحدة لو كانت نوعا ما غير جيدة أو السعر المباع نوعا ما غير جيد، فبيروح للحل الثاني، وبناء عليه بتنسحب الوحدة، بيكون في تعويض بنسبة مئوية، الاحتفاظ في المبالغ، من ثم بيعيد البيع وبيستفيد لو كانت استفادته أقل من الاستفادة الأولى. هذا جوابي على السؤال، بتمنى أكون فدتكم بهذا الفيديو، وأكيد اللي عنده أي سؤال أي استفسار بما يخص عقارات دبي يتواصل معي، وإن شاء الله أنا بالخدمة، وبالتوفيق للجميع.